ماذا تفعل إذا رأيت جن أو شيطان؟ لننطلق. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الجن، يا لها من كلمة مرعبة بالفعل. ماذا تفعل لو اكتشفت أن هناك جن يشاركك في منزلك؟ هل ستتعامل معه أم ستترك له المنزل؟ ومن منكم تعرض إلى موقف كهذا من قبل؟ وإذا كان قد تعرض فليحكي لنا انطباعه عن هذا الموقف. وإليكم أعزائي المشاهدين طرق التخلص من الجن في الحال. أولا، قراءة سورة البقرة في المنزل تصرف عنه الجن والشياطين لمدة شهر، وسورة الكهف تحمي المنزل من الجمعة للجمعة. ثانيا، أن القراءة المستمرة للقرآن تحفظه وتحفظ من فيه وتسعد الإنسان في منزله ومع عائلته. أما إذا ظهر أمامي جن فلست أدري ما ستكون ردة فعلي. بصراحة أنا أحب المغامرات وأهوى الرعب ولا أتنازل عن حقي أبدا، فهذا منزلي ومنزلي هو من حقي أنا، إذن لابد أن أناضل من أجل حقوقي وبالقرآن وليس بسواه، مع قوة الإيمان بأني ومعي قرآني أقوى من مملكة الجن كلها. لا تنسوا مشاركة الفيديو والإعجاب به والاشتراك في القناة.